في البيت الكبير بنرحب بحضراتكم مرة تانية مع فقرتنا. أفتكر أنها تكون فقرة مميزة جدا، يعني هي مع واحد من لاعيبة النادي الأهلي المتميزين الحقيقة في خط الهجوم في فترة التسعينات، وكان له 73 هدف في 5 سنوات قضاها بين أسوار النادي الأهلي. النهاردة في البيت الكبير كابتن علاء إبراهيم، المدير الفني لنادي الشرقية للدخان ومهاجم الأهلي السابق، وملفات كثيرة جدا حوالين الأهلي والدوري وأفريقيا، الأهلي في أفريقيا. هنتكلم يعني الحقيقة في كل هذه الأمور مع كابتن علاء اللي مشرفنا النهاردة. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيكم، طبعا سعيد أن أنا أكون معاكم في بيتنا البيت الكبير، خصوصا مع كابتني طبعا. حبيبي منورنا علاء، بتشرف بيك وبعتز ان انا كنت زميلك اصغر طبعا حضرتك كابتني طبعا. حبيبي. لكن دي حاجه من الناس اللي يعني بتحط في التاريخ بتاعي. لا ربنا يخليك، انت دايما بتشرفنا وبتنورنا، نجم كبير، وعشان كده هنتكلم معاك في ملفات مهمه جدا. هبداها بيمكن ايجابيات مباراه طلع الجيش. كلنا شفنا المباراه ويمكن كان في بعض التعليقات على الاداء شويه، لكن خلينا نتكلم دايما على الايجابيات. احنا الفتره اللي جايه محتاجين دايما السبورت لفرقتنا، محتاجين سبورت للجهاز الفني. بنتكلم على الايجابيات، اتكلمنا على السلبيات وازاي يعني تتحسن الفترات الجايه، ده شغل المدير الفني في الفتره اللي جايه. لكن ايجابيات مباراه طلائع الجيش وازاي النادي الاهلي يستفيد بيها في المشوار الافريقي بدايه ان شاء الله يوم السبت مع فيتا كلوب. يعني بدايه ايجابيات طلائع الجيش المكسب، خصوصا لما يبقى في اخفاق للنادي الاهلي في مباراه سيمبا اللي احنا شفناها سيمبا. الحقيقه مش يعني مباراه زي مباراه سان داونز كده محتاجين ان احنا ننساها كاداء وكاسم النادي الاهلي، لا يليق به ان احنا نأدي الاداء ده او نخرج بالنتيجه دي من فريق مغمور زي فريق سيمبا. لكن ايجابيات طلائع الجيش المكسب الحقيقه ادانا كتير من الثقه للعيبه، كمان اداهم ثقه كبيره جدا، خصوصا ان الفتره اللي جايه في للمنافسات سواء في الدوري او في بطوله افريقيا مش متحمله او مش يعني خلاص لازم مكسب ايا كان النتيجه احنا او اي كان الاداء. ممكن الاداء احنا مش راضيين عليه الفتره اللي فاتت في بعض الاوقات، لكن النتيجه هي اللي بتشفع للجهاز او اللعيبه. فاعتقد المكسب هو الحاجه اللي كانت مطمئنه والحاجه الايجابيه في مباراه طلائع، وخاصه ان جه في البلاس 90. دايما الاهداف اللي بتيجي في اخر المباراه بيبقى عارف انت لو حتى 2-1 في نص الشوط الثاني وبتاع، لكن فرحه والثقه اللي بياخدها اللعيبه ودي بتنعكس اكيد على مباراه فيتا كلوب. ده كمان مهم جدا انك بتجيب جون وبتحارب، رغم كان في اجهاد بتحارب لاخر دقيقه بتحرز هدف التقدم. كمان ظهور بعض اللعيبه زي طبعا تألق الشناوي كالعاده، ظهور اجايه، ده بياخد كله حاجات ايجابيه ان شاء الله تنعكس على مباراه يوم السبت. هو الحقيقه مباراه طلائع الجيش لو يعني اتكلمنا على ايجابيات النتيجه، السلبيه الوحيده ان احنا كان في دماغنا او دماغ اللعيبه ودماغ الجهاز مباراه سيمبا، كان واضح ان التاثير السلبي على المباراه. احنا اللعيبه مشدوده ومش دي مش طبيعه لعيبه النادي الاهلي. المباراه يعني فرقه طلائع الجيش فرقه قويه من الفرق المحترمه، ادوا بشكل كويس طبعا، يعني لا فرقه كويسه طبعا، النتائج كمان اتحسنت بالفتره الاخيره، لكن النادي الاهلي يعني ليدنج طول المباراه. لكن يعني حته الخساره وجايين من خساره مباراه خارج الارض ومباراه مغموره والحياه حطتنا تحت ضغط، كان مهم انك تكسب المباراه، لازم كان مهم جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين برضو اديلك فتره ما بتلعبش دوري برضو. صحيح. الناس برضو سبقت، فده برضو عندنا مباريات طبعا متاجله وهنرجع ان شاء الله، لكن برضو بتحط ضغط تحت ضغط. الفرقه الثانيه كسبت. صحيح. لكن انت لسه ما لعبتش، فده برضو بيخلي المباراه مشيت بالشكل ده. صحيح. لكن احنا كسبنا فده حاجه كويسه الحمد لله. أكيد. كنت أكيد. تتوقع انه الدوري السنه دي موسم استثنائي، يعني في النهارده نتائج وفي مباريات خارج الصندوق زي ما بيقولوا، يعني البنك الاهلي لما يتعادل مع الاهلي، غزل المحله كسب زمالك، النهارده كمان يمكن النهارده وادي دجله برضو تعادل سلبي مع الزمالك قبل كده سلبا. فاحنا بنتكلم على موسم استثنائي برضو في اعتقادك على مستوى حتى النتائج. انا عندي النهارده 3 فرق كبيره، الانتاج الحربي بنتكلم على الاسماعيلي، بنتكلم عن وادي دجله، النهارده بيصارعوا في الهبوط. شوفي يعني هو السنه دي موسم غريب شويه، يعني النتائج كلها حتى بنتائج المباريات ما تعرفش مين ممكن يكسب. ليه؟ يعني اعتقد حته الضغط المباريات دي عامله برضو فجوه
بين الانديه الكبيره، خصوصا لو انت لسه حضرتك بتتكلمي بتقول انتاج الحربي الاسماعيلي، دي فرق استحاله تكون ده مكانها، يعني الاسماعيلي استحاله يكون في الثلاث اربع فرق الاخيره. لكن الضغط الموسم برضو خلينا نتكلم منطقيين، التعاقدات اول السنه برضو مش انديه كتيره استفادت. وهتلاقي على فكره اللي دايما اللي بيعاني السنه دي هو الفرق السنه الموسم الماضي اللي ما كانش ماشيه كويس، اللي كان ماشي اللي هيمشي كويس السنه دي اللي هو عنده هيكل اساسي الموسم الماضي، لان ما لحقوش يعملوا تعاقدات. طب خليني يا بص انا يعني هنتكلم على نتائج الجوله بتاعت النهارده. الجونه بيتعادل مع سموحه 2-2، مصر المقصه 0-0 مع المقاولين، والمصري بيخسر من بيراميدز 2-1. خلينا نتكلم مع علاء يعني على الجزئيه دي، هرجع لك ملف الدوري، بس قبل ما نخش على ملف الدوري خلينا نخلص موضوع فيتا كلوب كمان. يعني خلينا نتكلم ان في ايجابيات من مباراه طلائع الجيش هناخدها معانا لفيتا كلوب. فيتا كلوب انت شايف المباراه ازاي قبل ما نخش طبعا على الدوري ونتكلم على الفرق اللي انت كمان شايفها مفاجاه في الدوري، لكن شايف ايجابيات طلائع الجيش ازاي ناخدها ونستفيد منها في مباراه مهمه جدا، وانت عارف المباراه دي مهمه ليه؟ طب يعني النادي الاهلي مش متحمل بالظبط، وخلي بالك نتيجه سلبيه. وفيتا كلوب يعتبر كمان يعني عنده امال كبيره جدا، عنده ثلاث نقاط، النادي الاهلي عنده ثلاث نقاط فارق الاهداف لصالح فيتا كلوب، سيمبا متصدر والمريخ في اخر المجموعه. اليوم الثالث او الجوله الثالثه من المجموعه دي مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. مباراه فيتا كلوب يا كابتن يعني لازم النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي لازم يبعد نفسه عن الضغوط بتاع ماتش سيمبا. لو احنا عشنا في ماتش سيمبا زي مباراه طلائع الجيش كده يعني لا قدر الله ممكن نتاثر، لان النادي الاهلي لو ان شاء الله الثلاث نقط مهمين جدا. قصدك تقصد ضغط الهزيمه اللي كانت على ارضها؟ بالظبط، دي انتهت، دي اعتقد دي انتهت، بس يعني الجدول قدامك برضو علاء زي ما انت بتقول، فيتا عنده ثلاث نقاط، النادي الاهلي عنده ثلاث نقاط فارق الاهداف، وخلي بالك النادي الاهلي هيلعب فيتا كلوب مرتين في القاهره، والجوله اللي بعديها هيلعبه هناك، فعايز اخد الماتشين دول باكج واحد. ده مهم جدا ان شاء الله باذن الله لو حصلنا على الست نقاط اعتقد ان احنا يبقى حطينا رجل ونص في دور الثمانيه. يعني في ظل الظروف اللي موجوده كابتن، لو احنا خدنا اربع نقاط من المباراه اعتقد ده مكسب كبير. يعني احنا لو كسبنا الماتش بتاع يوم السبت، لا احنا عايزين ست، احنا طبعا عايزين تسعه بالظبط. لكن احنا منطقيين يا كابتن ان احنا برضو ماتش سيمبا، المباريات الخارجيه للنادي الاهلي الحقيقه يعني حتى الموسم الماضي في افريقيا النتائج برضو ما كانتش على المستوى المطلوب، بس كسرناها كابتن علاء في مباراة الوداد. يعني الوداد يعني برضو اعتقد في وجهة نظري الماتش اتسهل من البداية، يعني برضو جون خطأ من المدافع خلى الدنيا بقت سهلة، لكن لو مسكنا الماتشات كلها هتلاقي دايما يتعادل في صعوبة شوية بالظبط. فطبعا لو احنا ورح كمل كمان ماتش سيمبا، ما برضه مباراه خارج الارض صحيح، فرقه كويسه لكن مش على مستوى النادي الاهلي. خلينا نتكلم منطقيين، يعني المفروض ان المجموعه دي لما نيجي نتكلم فيها النادي الاهلي وبعد كده نحط اي حد فيها مزبوط. لكن هي فرقه محترمه الحقيقه فرقه سيمبا. فيتا يعني من النتائج بتاعتها مباراه سيمبا تكسبها في فيتا برضه ده بيدينا اطمئنان شويه، لكن النتيجه الكبيره جدا بتاع المريخ لا, لا 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 لازم ناخد بالنا عشان كده هو جاي بروح معنويه مرتفعه جدا. ده كمان وكسب على خارج ارضه، كسب نتيجه كويسه جدا امام المريخ، فانت النهارده الروح المعنويه المرتفعه دي اكيد هيستغلها في ماتش يوم السبت. ده كمان اللي انا عرفته كمان ان طلع من السودان على صحيح معسكر هنا، فده دليل الناس يعني واخده الموضوع جد. طبعا بيلعب النادي الاهلي، لكن هو عشان يطلع يقعد له اسبوع 8 ايام في القاهره، فالمواجهه مش هتبقى صعب، مش هتبقى سهله طبعا ولا هينه طبعا. شايفها ازاي يا كابتن علاء؟ المباراه هتبقى صعبه طبعا في البدايه، هتبقى صعبه، لكن احنا الحقيقه احنا عندنا برضو لعيبه تصنع الفرق الحقيقه. ممكن في وجهه نظري في لعيبه بعيده لازم تخش الفتره اللي جايه، في وجهه نظري يعني انا شايف ان ديانج لا لازم يبقى ليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه. انا شايف ان هو مهمش شويه الفتره اللي فاتت. افريقيا ولا الدوري ديانج؟ الاثنين، انا شايف الاثنين الحقيقه. يعني ديانج كان عامل حاله كويسه جدا. فوجئنا في كاس العالم للانديه ما بياخدش فترات كبيره، مع ان انا في وجهه نظري كان لازم ياخد، لان كان افضل تسويق ليه لديانج المونديال كاس العالم. احنا مش عايزين نسوقه الموضوع، احنا عايزين يكون معانا، بس انا فاهم وجهه نظرك طبعا. واحنا عندنا ما شاء الله في نص الملعب ثلاثه او اربعه كمان كلهم احسن من بعض، ويمكن موسيماني قال في النقطه ديت ان هو بقدر الامكان هو
يعني ديانج بيلعب بصفه مستمره فترات قليله من المباريات، اعتقد الفتره اللي جايه وانا بايدك تماما انه ممكن ياخد ادوار اكتر، يبدا لازم مباريات بشكل اكبر. يعني لازم يا كابتن، لان ديانج عنده ميزه في وجهه نظري مش موجوده في الديفندرات بتوع لا السوليه ولا حمدي فتحي ولا اكرم توفيق، ان الوحيد اللي بينقل لك الكوره من تحت لفوق بسرعه جدا. صحيح. عنده الملكه دي، اولا كورته كويسه سريع، عنده جراه للناحيه الهجوميه، بينقل النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا. مظبوط. عن سوليه وعن فتحي وعن حمدي فتحي وعن اكرم، طبعا لعيبه كبيره جدا ولعيبه مهمه جدا، لكن انا في وجهه نظري مثلا مباراه طلع الجيش كان لازم ياخد فترات كبيره. لا احنا معلش كفايه واحد، يعني حمدي او اكرم او سوليه، ودخل جنبه مثلا ديانج ممكن يعمل لنا فرق كبير جدا في الناحيه الهجوميه. عشان كده احنا الشوط الاولاني ضيعناه في حاجات مش مؤثره، حتى لما احنا دخل فينا جون يعني وارد جدا ان ندخل في الاهلي جون، لكن طبعا احنا رجعنا، ودي مش غريبه على لعيبه النادي الاهلي ولا على جهاز النادي الاهلي ان هو يرجع في النتيجه، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي طبعا. لكن احنا بنتكلم برضو ان احنا محتاجين الجرأه الهجوميه شويه اللي انا مش شايفها في موسمين. المهاجم اللي بيتعرض او بيلاحقه سوء توفيق، ايه اللي ممكن يعني بيتم التعامل معاه ازاي؟ وضحكت ليه؟ يعني المهاجم اللي هو بيبعد شويه عن التهديف حلين، اول حل لازم يبعد عن المباراه شويه. لانه طول ما هو انت بتديله وتديله وتديله بيبقى خلاص انت بتعمل عليه ضغط. فلازم يبعد. جلسات نفسيه. يعني افتكر وانا في المنيا كنت فتره جالي كده قبل ما تنتقل للاهلي في 97، فحد من عندنا من النادي يعني جابني وراح جاب لي الاجوان اللي انا جبتها قبل كده. وقعد يوريها لي كده يفرجها لي، انت جبت جون في الحته دي، عملت كذا. الحاجات دي كانت فرقت معايا نفسيا، يعني بديت ان انا يعني امشي في الدوري بقى شويه. يعني تعرضت انت للي بيتعرض له النهارده؟ خلينا نقول يعني مروان محسن ده الطبيعي تعرضت له كابتن علاء. طبيعي. اي مهاجم في العالم بيحصل له دروب احيانا. لكن احنا مشكلتنا ان احنا اقتناعنا كجهاز مثلا يفضل يديله يعني يلعب، فدايما بيبقى خلاص هو بعيد عن التهديف، فلو بعد فتره ماتشين وياخد اعتقد الدنيا بتتغير. هي وجهات نظر فعلا، هي بتختلف من مدير فني لمدير فني، خاصه في مركز الهداف بشكل في مدرسه تقول لك لا انا لازم اقف جنبه واديله، وده عمل جوزيه مثلا مع فلابيو فترات طويله جدا، دي مدرسه. وفي مدرسه ثانيه بتقول لا يعني اشيله شويه من الضغوط ويمكن ازوده شويه من النواحي النفسيه النواحي المعنويه من خلال التدريب، ازود شويه في الحاجات اللي ناقصه وابدا ادخله تاني، فدي مدرسه مختلفه عندي. فخلينا نكمل معاك، بس قبل ما نكمل عايزين نشوف عندك إجابات. سؤال تاني في افريقيا؟ نعم. عندك اسئله تانيه في الاهلي ومجموعته عشان نتكلم عن تريد وجه السؤال بتاع الدوري؟ لا احنا خلاص ان شاء الله لازم نكسب ان شاء الله باذن الله. يعني دي مباراه مهمه أكيد. وباذن الله النادي الاهلي يعني طيب. ان شاء الله يكسب المباراه اللي جايه. هيحصل ان شاء الله. نروح بقى للسؤال اللي احنا ذكرناه في بداية الحلقة. السؤال كنا طبعا سألنا السؤال عن تقييم حضرتك لمستوى الدوري الموسم ده، الإجابات جاءت حتى الآن. نبدأ من صفحة الفيسبوك يا كابتن ونعرف بقى يعني ندخل بقى في موضوع الدوري معاك. لما سألنا الأستاذ مصطفى كرم لما سألناه على الفيسبوك قال أرى أن هذه النسخة من الدوري هي الأقوى في تاريخ الدوري المصري، ولكن ليس على المنافس على المركز الأول لأنه الأهلي ليس له منافس. ماشي باختصار يا مصطفى. طبعا على تويتر كان أكرم سمير بيقول مستوى الدوري جيد جدا والفرق السنة دي عندها روح، وعامل هاشتاج العشرة يا أهلي وهاشتاج كمان الدوري يا أهلي. كمان على تويتر إسلام بيقول الدوري قوي جدا بسبب المستويات والمفاجآت اللي بتعملها الفرق زي فريق الجونة والمصري وسيراميكا. طيب برضو انستجرام شيماء إبراهيم كان ليها رأي بتقول لك الدوري ممتاز جدا ومثير جدا عن كل سنة، وكمان المنافسة صعبة لأن كل الفرق مستواهم كويس وهيبقى دوري صعب بس ممتع. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن علاء، ان النهارده النتيجه ولا حتى الاداء النهارده، شفنا جونه وسموحه اداء رائع جدا. التعادل صحيح 2-2 بس يعني شفنا مباراه ممتعه لحد اخر لحظه، لحد ما صفرت الحكم صفرت. فانا برضو عايز ارجع لموضوع المهاجمين بس بالنسبه للدوري بصفه عامه، تقيم لي شكل المهاجمين واللي انت تابعته مدى ملاحظتك. يعني
هو يعني مبدئيا يعني الدوري الناس بتتكلم اقوى دوري، مع احترامي الشديد انا اختلف معاهم. الدوري عشان يبقى النتائج دي مش محسومه وكل ماتش ما تعرفش مين هيكسب، ده دليل ان في ضعف في الفرق كلها. ضعف في الفرق كلها، ده حقيقي. ضعف ولا تخبط؟ لا ضعف. ولا ايه؟ لا ضعف. احنا نتكلم منطقي، الفرق اللي هي يعني عملت تعاقدات كبيره زي مثلا سيراميكا هتلاقيها فوق المركز السابع، بيراميدز هتلاقيها فوق السابع، سيراميكا. الفرق الثانيه يعني كله شبه بعض. عشان كده النتائج ما تعرفش مين يكسب مين، ده في وجهه نظري. ممكن اكون طبعا دايما متعودين يا كابتن علاء اللي دايما، ويمكن هنكلمك ان شاء الله في الملف الجاي بالنسبه للدوري الممتاز به، دايما كنا متعودين السنوات اللي فاتت ان الممتاز به بيطلع كل طموحه ان هو يقعد في الدوري، بيبقى النتائج منخفضه بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز، ودايما هم مرشحين للهبوط تاني، وفي حصل كتير جدا. السنه دي مختلفه شويه طبعا، ان عندنا سيراميكا وعندنا غزل المحله وعندنا البنك الاهلي، شكلهم مختلف في الدوري. حتى البنك الاهلي مع الكابتن محمد يوسف ادى بشكل اكتر من رائع، يمكن في الاخر عدم توفيق حصل، لكن عمل نتائج جيده، تعادل مع النادي الاهلي، تعادل مع سموحه، تعادل مع الاسماعيلي، مع بيراميدز طبعا. ده بالنسبه لك مش مؤشر جيد ان الدوري في منافسات افضل من السنين اللي فاتت، ولا انت شايفها بشكل مختلف؟ يعني هي المنافسه كابتن، المنافسه على الـ على الـ على الـ الاول، والاول زي ما الناس قالت محسوم، مش عايز اقول محسوم يعني عشان الناس ما تزعلش، لكن هيبقى في منافسه من بعيده شويه دايما مع نادي الزمالك بس. لكن الاهلي والزمالك هم المنافسه على الدوري، غير كده ما اعتقدش. يعني كل الفرق بعد كده شبه بعض، كله شبه بعض. اللي فارق الناس اللي طلعت من تحت، يعني سيراميكا والبنك حاجه ثانيه، والغزل المحله عشان التدعيمات والفلوس. بالظبط كده، يعني طبعا الامكانيات هي اللي عامله الشغل الكبير للبنك الاهلي ولسيراميكا. البنك الاهلي في وجهه نظري الكابتن محمد يوسف لو كمل كان ممكن يمشي احسن من كده. صحيح. ده حقيقي، خاصه كان عامل نتائج لا باس بيها. انا ما اعرفش، الناس ممكن استعجلت، الناس ممكن يعني كان ليها اهداف ثانيه او طموح ثاني ما اتحققش، لكن انا شايف الكابتن محمد يوسف كان بيأدي بشكل كويس في البنك. سيراميكا لا، سيراميكا طفره السنه دي بالامكانيات، جايبه لعيبه ما شاء الله حاجه يعني محترمه جدا، لعيبه محمد ابراهيم، صالح جمعه، لا يا احمد ياسر ريان عمل اضافه كبيره جدا. يمكن انا كنت قبل كده في برنامج وقلت لازم احمد ياسر ريان ما كانش يخرج، بس خلي بالك ماشي، في دي وجهه نظر، وجهه نظر ثانيه تقول لك ده مكسب كمان للنادي الاهلي، يعني لما لعيب بيروح نادي ويتالق يمكن ما كانش هياخد نفس الفرص في النادي الاهلي، وبالتالي كمان لما بتوديه سيراميكا او بتوديه تاني، والاعارات السنه اللي فاتت بتدل على الكلام دوت، انك بتطلع لعيبتك اللي ممكن ما يكونش عندها فرصه من خلال زحمه في المركز دوت، انه بيتالق وامكانياته بترتفع، وانت عارف اللعيب طول ما هو بيلعب في الملعب مستواه بيعلى، وبالتالي تفوق يعني احمد ياسر ريان في سيراميكا ده يعود مكسب للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله انه يرجع تاني ويكون في مستوى عالي، ويبدا يخش المنافسه بقى، ويبدا يبقى اساسي في النادي الاهلي. شوف يا كابتن، دي مش دي اول مره اتكلم على احمد ياسر ريان، دي يمكن تاني مره، يمكن الناس اللي متابعه ممكن تفتكر الكلام اللي انا قلته. احمد ياسر ريان لو خد الفرص اللي خدها مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف وبواليا، اعتقد كان هيبقى يعني حاجه مختلفه تاني. لكن هو طبعا افاده للنادي الاهلي وافاده ليه طبعا، افاده كبيره جدا، لكن ممكن كان ياخد الفرصه دي ليه. تخيل الاهداف اللي احرزها دي لو كانت مع النادي الاهلي، لا كانت هتعمل لنا معانا شكل كويس جدا جدا. حضرتك اتكلمت على فلافيو، قلت ان جوزيه صبر عليه، بس صبر عليه لما كان في نتائج واداء، مش صبر عليه وهو الدنيا متلخبطه ومتكسره زي ما بيحصل دلوقتي. ما كانش فيها زي بس الدنيا دلوقتي ولا متخبطه ولا متكسره يعني. لا يعني انا دلوقتي خلينا نتكلم منطقيين، النادي الاهلي بيكسب واحد اثنين، مش الاسكور. معلش انت برضو سنه سنتين ثلاثه هداف الدوري مش من النادي الاهلي، ودي قصه كبيره جدا طبعا، قصه كبيره جدا. وانا بلعب كان كابتن حسام هداف الدوري، كنت انا بنافس، كان محمد فاروق، كان بلال. دلوقتي احمد سمير من طلائع صح؟ بالظبط، دلوقتي احمد سمير من طلائع، ومش مش راس حربه. فالنادي الاهلي لا يعني كان راس حربه بتاعه
كان بينافس ده احمد ياسر اربعة وخمس اهداف حاطط سبع اهداف لغايه طيب احمد ده داخل في الهدافين دلوقتي. طب ما كان في الاهلي، فهو ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن، ان انت مشكلتك ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا مفيش مهاجم بينافس حتى على هداف الدوري. بس ده في الدوري كله يا كابتن صح؟ هداف الدوري كله مش طبعا. مش هداف النادي، لا هداف الدوري. السنه اللي فاتت مش عارف تقريبا وليد سليمان كان هداف الفرقه، كارثه كارثه كبيره جدا. بص ما بتبقاش كارثه نظري. بص هو برضو منظومه الكره اتغيرت بشكل كبير في العالم كله. هتجيب مثلا التوب سكورر في الدورات الاوروبيه مش هتلاقي راس حربه، راس حربه التارجت زي ما انت كنت بتلعب. هتلاقي محمد صلاح هو بيلعب طرف شمال وبيلعب شادو سترايكر. هتلاقي لعيبه كتيره جدا هدافين في الدوريات الاوروبيه مش اصلا راس حرب. من اساسيات راس الحربه انه يكون سكورر وهداف، لكن الخريطه اتغيرت شويه انه ممكن جدا راس الحربه في اوقات كتيره كان عماد متعب بيلعب الدور ده، انه بيفتح لابو تريكا ويخش بركات ومحمد شوقي يعني الادوار اختلفت شويه عشان ما نظلمش قوي راس الحربه. يعني هل يليق يا كابتن ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا مفيش مهاجم يتصدر هدافين الدوري من النادي الاهلي؟ يعني انا معاك في جزئيه، لكن الجزئيه الثانيه موضوع ان راس حربه هو الهداف ما بقاش هو ده اساس الكوره. يعني احنا محتاجين، هقول لك محتاجين ان يكون الاسترايكر بتاعنا على الجون افضل، لكن الفكره ان انت السيستم اللعبه بقى مختلف والمحصله. يعني دايما بنبص يا كابتن علاء للمحصله. النادي الاهلي بيكسب الدوري وبيكسب الكاس وبياخد كاس افريقيا على مستوى الارقام، افضل خط دفاع، افضل خط هجوم. فاحنا بنشتغل على الاجمالي والمحصله، واللي بتكلم فيه مهم لكن اختلاف الادوار شويه بالنسبه للكره الحديثه، ان راس الحربه ما بقاش هو التوب سكورر. والكلام ده مش في مصر، يعني اعتقد ده في الدوريات الاوروبيه كلها. يعني رايك ايه في الكلام بقى ده؟ هي هو طبعا كابتني طبعا مش قادر اتكلم. لا احنا بنتناقش. انت قضيف دلوقتي قضيف ومهاجم وكنت هداف في يوم من الايام 73 هدف صحيح. يعني انت قول لي وجهه نظرك تحترم. قول لي وجهه نظرك صح. يعني استشهد بمحمد صلاح في ليفربول طبعا، بس محمد صلاح هداف الدوري اللي بعديه هتلاقيه ماني معاه في نفس الفريق. بس مش هتلاقي مثلا توتنهام سون وكين، يعني هتلاقي برضو راس حربه بينافس. لكن المشكله ان في النادي الاهلي لا مش شايف. يعني كابتن حاجه غريبه جدا، النادي الاهلي اخر 3 4 سنين ما فيش راس حربه هداف دوري او بينافس حتى. دي مشكله كبيره جدا. انت عامل ايه في الشرقيه للدخان؟ الحمد لله. لا طب تعالى لا لا ثواني بس اعرف لا ثواني اعرف عامل ايه في الشرقيه للدخان؟ عندك مهاجمين، عندك سترايكر جامد جدا. الحمد لله احنا يعني الموسم الماضي كنا في الدرجه الثالثه، صعدنا الحمد لله الممتاز بيه. المهاجم بتاعي الحمد لله حاطط حوالي 27 هدف ما شاء الله، واشتروه سيراميكا. كم مباراه؟ في حوالي 26 مباراه. اشتروا سيراميكا تقريبا كل مباراه بيهدف. يعني اشتروا سيراميكا مبلغ مين؟ احمد امين اشتروا سيراميكا. السنه دي احنا عندنا ما شاء الله عندنا محمد حسن لعيب كبير تاني هداف المجموعه جايب 8 اهداف. عندنا برضو محمد الفيل 4 اهداف 5 اهداف. عندنا برضو سام فتحي. لا عندنا 3 4 لعيبه يعني مميزين الحمد لله في حته التهديف. اهو شفت بقى اللي بيجيب اجوان في نص الملعب مش راس حربه بس يعني الحته اللي طيب معلش هرجع معاك للجدول الدوري، لان يعني انا بختلف معاك شويه في الراي وخلينا نتناقش. انا شايف ان الدوري السنه دي لا باس بيه، وخاصه تفتكر معايا على ان بدايه الدوري كانت بعد توقف طويل قوي من الكورونا، فكل الناس كانت متوقعه ان هيبقى الدوري. تفتكر الدوري كمان بداياته اول 3 4 اسابيع كان الريتم سريع وتحس ان اللعيبه فايقه على غير المتوقع. استمرار الدوري في المنافسات وفي فرق في اعتقادي من الفرق الكبيره اللي ظهرت بمستوى اقل من مستواها، هتكلم مثلا على الاسماعيلي، هتكلم على المقاولين، بنتكلم على الانتاج الحربي، بنتكلم على طلائع الجيش قبل فتره عبد الحميد بسيوني. والجزء الاخر في فرق ما كانتش في المتوقع ان وصولها. بنتكلم على الجونه مثلا، بنتكلم على سيراميكا، غزل المحله دلوقتي، وكمان فرق ما كانتش كان بيقولوا انها هتبقى منافسه، زي مثلا بنتكلم على بيراميدز تعثروا في فترات كتير. المؤشرات ديت ما بتديكش ان لا التنافس موجود وان خلاص
الفرق بقت كلها طمعانه في بعض بشكل ايجابي، وده ده انا شايفه ايجابي، مش شايفه سلبي يعني. هو كابتن متفق مع حضرتك طبعا، في بدايه الدوري كانت قويه، لان احنا يعتبر الدوري ده كماله للدوري اللي فات. أيه. لان يعتبر بعد الكورونا الخمس شهور ولا اربع شهور دي، لا يعني اللعيبه خدت راحتها بقى، وبدانا الدور الثاني كله بتاع الدوري الاول الموسم السابق. صحيح. وكملنا بيه الدوري ده. لكن التعاقب بقى الماتشات والموسم الدور الاولاني اللي هو الدور الثاني اللي بتاع الموسم السابق والدور ده خلى في اجهاد، فخلى الوضع اللي احنا بنشوفه ده، ده رقم واحد. رقم اتنين، المسافه الصغيره بتاعت التعاقدات بتاع اللعيبه هي دي برضو ادت فرصه، بدليل ان الفرق اللي كانت بتعاني الموسم السابق هي برضو بتعاني السنه دي، وبالعكس ده بتعاني اكتر. الفرق الكويسه اللي بدات تعمل ايه؟ اللي هي تعمل تعاقدات كويسه زي سيراميكا، هي دي اللي عملت تعاقدات كويسه، هي اللي ماشيه بشكل كويس. بيراميدز يعني بيراميدز طبعا من الفرق اللي موجوده في الجدول وفوق والكلام ده، بس بيراميدز لما نيجي بنتكلم عليها بنتكلم على تحقيق بطوله، واللي في وجهه نظري هيبقى صعب جدا طبعا. مستحيل انها تحقق بطوله، مع ذلك موجوده برضو في الجدول. المصري انا شايف المصري ماشي بخطوات كويسه، ماشي بشكل كويس. يمكن النهارده هزيمه مفاجاه من بيراميدز، ويعني وضع برضو طبيعي يعني، حتى لو بصيت للعيبه اللي جابت الاجوان هتلاقي محمود وادي اساسا مشترين من المصري. صحيح. احمد ايمن برضو من المصري، يعني اسلام عيسى من المصري، يعني برضو ده دول اللي هدفوا النهارده بالظبط ماتش النهارده. فبالظبط فيعني برضو هو التعاقدات هي اللي بتصنع الفرق كابتن، فهي دي المشكله بتاعه الدوري السنه دي، ان الانديه بقت كلها شبه بعض. يعني انت النهارده وحضرتك بتتفرج مثلا على المصري وبيراميدز في فروق كبيره، لكن ما تعرفش مين يكسب. النتيجه 1-1 الدقيقه 88 كابتن علاء، يعني ده ايجابيه. الفروق المستويات على الورق فروق واسماء كبيره في بيراميدز، عم نتكلم على المستوى الفلوس كمان التعاقدات هتلاقي فروق كبيره جدا، لكن على المستوى الفني لا مقربين، يعني والفروقات قليله يعني. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، في كل دوريات العالم يا كابتن هتلاقي فرقه فرقتين ثلاثه هم اللي بنفسه، والباقي تحت خالص كله كده. يعني احنا لو جينا في اسبانيا هتلاقي برشلونه ريال مدريد اتلتيكو، والباقي كله من بعيد. هو ده الاقوى، ده الامر الطبيعي. في ايطاليا يوفنتوس انتر ميلان، والباقي كله كده. لكن لما تلاقي كله شبه بعضه دي في وجهه نظري مش يعني مش ايجابيه، لا بالعكس. احنا مثلا الموسم الماضي او اللي قبله الاهلي والزمالك كان بيخش شويه، مثلا بيراميدز المقصه شويه، لكن السنه دي الاهلي والزمالك خلاص في حته ثانيه خالص خالص، والباقي كله شبه بعضه. طيب كابتن حضرتك لما تيجي تتفرج على ماتش في الدوري ما تعرفش مين هيكسب. طب ما ده كويس مش وحش، خلي بالك. لا ازاي يا كابتن؟ يعني ده كويس يا كابتن، لازم لازم يبقى فيه فروق. ماشي، ما انا فروق بتكلم قوه يعني اقول لحضرتك حاجه، مثلا الجونه كان بينافس على اول الدوري بيخسر 3 على 4. ده كويس يا كابتن علاء، من المقاولين. المقاولين اللي خسر مش عارف من كم من اسوان. انا شايف ان ده في اثاره. صحيح. ان انت مش قاعد اسوان يكسب الاتحاد في اسكندريه 3. طب ويعني ده حلو؟ طب ويعني انا شايف ان ده حلو، ان قاعد بتتفرج مش عارف مين اللي هيكسب. ده النهارده على الورق الاتحاد واسوان الاتحاد يكسب، لكن انت بتتفرج لا ده في اطاره، لا ده اسوان كسب 3، ففي متعه للمشاهد. خلينا نتكلم على مستوى المشاهد. وتزعل لما عايز اسالك سؤال، انت تزعل لما يكون فريق اسوان قوي؟ مش يعني انا مش بتكلم ان فريق اسوان قوي، لا قولي. انا بتكلم ان الفرق بينه وبين نادي الاتحاد السكندري ما بقاش كبير. طب ايه يعني لما نقول انه النهارده الفرق بقت مستوياتها متقاربه، وده برضو بيتطبق على اللعيبه؟ ليه بيدل على الضعف؟ ده بيدل على ان قد تكون المنافسه مشتعله. يعني دي ممكن يكون وجهه نظري بقى. بنرجع لحضراتكم وضيفنا الكابتن علاء ابراهيم. كابتن علاء، من خلال التقرير وهاخد حربته بشغلك دلوقتي، انت ما شاء الله الاول على مجموعتك في التقرير، في 3 فرق صعدوا من الممتاز به للدوري الممتاز، بنتكلم على غزل المحله والبنك الاهلي والسيراميكا. هل شايف ادائهم من خلال الدوري دوت بقى إضافة للدوري، وطموحات عليت بالنسبة للثلاث فرق دول، إن هم لا إحنا مش هنقعد في الدوري لا، لكن ممكن كمان نحقق نتائج إيجابية زي سيراميكا ويبدأ ينافس على المربع الذهبي؟ شايف أدائهم إزاي في الدوري؟ أندية الشركات يا كابتن لما بتصعد للدوري الممتاز الحقيقة بتعمل حالة جميلة جدا في الدوري. أول حاجة التعاقدات، الفرق بتبقى قوية. يعني دلوقتي مين يقول سيراميكا والبنك وغزل المحلة هينزلوا؟ احنا دلوقتي لو بصينا للجدول هنلاقي اخر 3 فرق الانتاج وادي دجله والاسماعيلي والانتاج الحربي
يعني وطلائع الجيش كمان. يعني شوف الاسماء متغيره دايما. قبل كده السنين اللي قبل كده دايما اللي كان بيطلع دوره ممتاز دايما بتلاقيه تحت. مظبوط. فدي برضو عامله حاله يعني جميله ان شاء الله تكمل. في برضو فرق شركات جايه تاني جايه تاني في الممتاز به ان شاء الله يعني يكون لهم نصيب السنين اللي جايه. انت مع الشركات ولا تفضل الانديه الشعبيه اللي هتطلع يعني، ولا لسه ما فيش الامكانيات الماديه او الفنيه اللي ممكن الفرق الشعبيه ذات الجماهيريه؟ يعني عندنا غزل المحله صعد بيأدي بشكل جيد جدا، مستوى الفرق الشعبيه مثلا تحت، بتتكلم مثلا على المنيا من الانديه الشعبيه اللي ليها جماهير بتنافس اعتقد معاك على الصداره، شايف ده ازاي؟ شوف يا كابتن، الانديه الشعبيه عندهم مشكله كبيره جدا. اول حاجه ماديا طبعا. الماده عندهم دنيا صعبه خالص، ضعيفه جدا جدا. بالظبط كده. يعني حتى لو صعدوا في وجهه نظري يعني مش هيعملوا اضافه، ده رقم واحد. رقم اتنين، دايما الانديه الجماهيريه بيبقى فيه كلام كتير وفي مشاكل كتير، فده اللي بيأثر على النجاح بتاعهم. لكن انديه الشركات الدنيا بتبقى 5 6 10 مجلس اداره هم اللي بيديروا المنظومه، فبتلاقي الدنيا المشاكل قليله وفي فلوس. ده الاهم كمان. خلي بالك يا كابتن، مش دايما الشركات دايما فيها فلوس. يعني احنا علشان الدخان على فكره، المنيا وبني سويف والاعلاميين والالومنيوم ممكن يكون بيصرفوا اكتر مننا. يعني شركه، بس احنا مش شركه يعني، مش الشركات الكبيره. لكن مثلا في مجموعه مثلا بحري فاركو طبعا فرقه يعني عندها عامل شكل كويس مع مجدي عبد العاطي طبعا، ما شاء الله بقى الاول دلوقتي. برضو لو صعد في وجهه نظري زي سيراميكا كده مش هينزل هيسري احنا بتروجيت. انا يعني تجربه ليا فريده جدا حقيقة. مع بتروجيت صعد، يمكن نزل لما الدنيا بس بداوا يقلوا شويه الدنيا نزلت. كلمني يا كابتن عن تجربتك مع شرقية للدخان، وبمناسبه ماديا والانديه الدوري الممتاز النهارده هتعاني طبعا من قرار اتحاد الكوره ان عليها ان تتحمل تكاليف المساحات، فما بالك بقى بانديه القسم الثاني. هي يعني المساحات مفيش مساحات اساسا. انت بتعمل مساحات للجي مثلا؟ كان الاول وبعد كده اتلغت. يعني انتوا ما بتعملوش مساحات قبل من بدايه الدوري؟ لا، احنا كنا شغالين الدوري كله ساعه اللجنه الخماسيه كانت بنعمل مساحات لينا وللدرجه الثالثه. الجيل اللجنه الثلاثيه ده كان على حساب الاتحاد، على حساب كان على حساب الاتحاد. جيل اللجنه الثلاثيه شالوا الدرجه الثالثه، وبعد كده راح شالوا الممتاز به. يعني انت بتلعب ما بتتحملوش موضوع المساحات، ما بتعملوش مساحات، بتلعبوا كده. طب يعني ده علامه استفهام كبيره ما جدا طبيعي. على بس فكره هو ما كانش يعني ليك وما كانش في ردود افعال بين الانديه نفسها لما جه قرار مثلا ان لا المساحات انتوا على حسابكم، او انتوا خلاص يعني اعتقد ما بتعملوش مساحات، او ما فيش حتى كنترول انت عامل مسحه ولا مش عامل مسحه. طب وحتى لو على حساب الانديه يا كابتن، مين الرقيب اللي يقول ده عنده وده ما عندوش؟ طب ورد فعل الانديه ايه برضه؟ ولا حاجه. يعني هو قالوا لهم انتوا تعملوا على حسابكم، قال لك مش هنعمل بقى، والدنيا سبت. احنا غالبا ثالث ماتش او ثالث اسبوع نلعبه من غير مساحات. من غير مساحات خالص. الممتاز به الدرجه الثالثه قبلينا باربع خمس اسابيع بيلعبوا برده من غير مساحات. طب ايه انت رايك في قرار اللجنه الثلاثيه ان حتى عايز يطبق ده على الدوري الممتاز؟ والله يا كابتن يعني انا في وجهه نظري يقول ما فيش مساحات وخلاص ويخلص، لكن عشان يقول ان الانديه تتحمل مساحات، ما هو طيب في انديه مش قادر طبعا، يعني دي على المستوى المادي مش قادرين، وعلى مستوى الاصابات، على مستوى الدوري نفسه اعتقد مش صحيح، لانك في فرق بتلعب في افريقيا. كابتن اتحاد الكره هو اللي بيدير منظومه الكره المصريه، اتحاد الكره هو اللي مسؤول على نجاح المسابقه. مسؤول عن نجاح المسابقه يعني معنى كده ان انت لازم تضحي. ما اعترضتوش ليه على اللعب مثلا؟ يعني انت النهارده بتجازف بارواح لعيبه، اللعيبه ديت عندها اصحاب، عندها اهالي، بتمشي في الشارع، بتتعامل مع الناس، فده يعني احنا بنتكلم على صحه بني ادمين زي ما كنا بنتكلم في الاول، حتى مش صحه لعيبه، صحه بني ادمين. فانتوا ازاي يعني انت يعني ازاي موافق وبتلعب باللعيبه؟ ازاي ما فيش اي رد فعل من هذه الانديه؟ بتكلم على شرقيه للدخان، المنيا تقريبا درجه صعب بعديك على طول المركز الثاني. يعني ليه ما فيش اي رد فعل من الانديه دي، انديه القسم الثاني؟ احنا القسم الثالث تقريبا 167 نادي، القسم الثاني 48 نادي، يعني عدينا ال 200 وشويه. كل اسبوع بيلعبوا ماتش.
تخيلي مثلا كم 200 نادي او ازيد من 200 نادي في 20 لعيب مثلا غير الاجهزه 30 مثلا، اضربي بقى 30 في 200 بكام، كل اسبوع بيبقى في بنتكلم على نسبه احتكاك اعلى بين انت بتتكلم على ناس كمان وضعها المادي مش كويس، مستواها المعيشي بيضطرها ان هي تتعامل مع ناس وتنزل شغلانه واتنين، انا في ازمات تحت بالزبط كتير جدا بالزبط جدا بالزبط. يعني معظم لعيبه الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه بيشتغلوا، وبعدين ازاي بتطالب ان انت النهارده ان اللعيبه تعمل المسحه دي وانت الحكام عندك من جوه ما بتعمل لهمش ولا بيطلب منهم ان هم يعملوا مساحات ولا بيعملوا مساحات، يعني ده موضوع على فكره يعني كارثي جدا بكل المقاييس. يعني خلينا نتكلم منطقيين، حتى لو المساحات لو تعملها يعني يتحملها النادي، مين الرقيب على المسح؟ مين اللي يقول انا ممكن يكون لعيب عندي ولعيب مهم مثلا؟ انا هقول لك كابتن، لو هتتعمل مسحة بالشكل البروتوكول الطبيعي انك بتعمل مسحة قبليها ب 48 ساعه تمام، والنتيجه بتطلع بعديها ب 24 ساعه، حضرتك كنادي بتبعت هذه النتيجة مختومة من الجهة المراقبة أو جهة مختصة بمساحات الكورونا، وبتبعت الليستة للاتحاد الكورة بتقول له والله لعبت اهيت إن إحنا عندنا كل المساحات السلبية. فخلينا نتكلم، إحنا نتمنى إن القرار ده يتغير لأنه مش في صالح الكورة عامة، مش في صالح الدوري، لأن ممكن جدا وارد مش في صالح صحة المواطنين يا كابتن هاني. وبتتكلم يعني حتى بنتكلم على مسابقة والفاليو بتاع المسابقة والدوري المصري ممكن يحصل مشاكل ويبقى عندنا تعطل في المسابقة وبالتالي تتعطل بشكل كبير جدا. عايزين نروح ليك بقى كطموحاتك انت كمدير فني، بتتكلم دلوقتي على سيراميكا، بتتكلم على البنك الاهلي وغزل المحله، انت ان شاء الله لما باذن الله تصعد طموحاتك هتبقى، هل طموحات انك تبقى في الدوري من خلال تعاقدات من خلال او يعني لسه قدامك المشوار طويل، او فكرك لسه ما وصلش، او يعني تركيزك انك على البطوله توصل في النهايه ان شاء الله انك توصل للدوري الممتاز؟ يعني طبعا مبدئيا يا كابتن طموحنا ان احنا نصعد الدوري الممتاز طبعا، لكن طبعا لسه احنا عندنا اول مباراه في الدور الثاني، يمكن احنا مشوار طويل لسه، فرق خمس نقط بيننا وبين الثاني المانيا بالظبط كده. يعني بدري جدا ان احنا نقول ان احنا صعدنا دوري ممتاز. طبعا نادي شارع الدخان شركه ونادي كبير جدا واسمه كبير جدا من اقدم الانديه في المجموعات الحقيقه، وكان بينافس قبل كده كذا سنه لصعود الدوري الممتاز في دورات الترقي وما كانش بيحصل له نصيب، فنتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله نتمنى. لكن احنا بنشتغل، الشركات دايما بيبقى ليها هدف، دايما اول الموسم كده بيجيبوا المدرب ويقولوا انت هتكمل معانا مثلا الموسم، هدفنا مثلا نصعد الدوري الممتاز. قالوا لك ايه اول سنه؟ نصعد الدوري الممتاز الصعود طبعا. اه بالظبط، قلت لهم نصعد الدوري الممتاز نعمل 1 2 3 4 كويس. الحمد لله نفذوها واحنا ماشيين بنفس الكلام. لو حصل ان شاء الله ربنا كرمنا مثلا وصعدنا دور ممتاز، الامكانيات اذا كان هم عندهم الرغبه ان احنا نكمل كجهاز او لا، لو لهم الرغبه طبعا هنبقى نقعد، هيقولوا بقى احنا محتاجين مثلا نقعد في الدور الممتاز، هنقول والله قد كده التعاقدات قد كده هنعمل قد كده، عايزين مثلا مركز هنعمل قد كده. فدي طبعا بتختلف بالامكانيات النادي وطموح النادي صحيح ماديا. يعني اعتقد نادي سيراميكا لما جه قعد مع كابتن هيثم اعتقد قال له احنا عايزين نبقى المربع زي ما انت حضرتك شفت صالح جمعه ومحمد ابراهيم نفس التعاقدات، لكن لو عشان يقعد هيقل بس بنسبه معينه للي هي نص الجدول ان هي عدم الهبوط، لكن لما يبقى طموح عالي بتبقى يعني الموضوع ماديا بحت يعني. بس بالرغم من ضعف الماديات في الشرقيه للدخان، بس برضو انت يعني عشان يعني انت صنعت فارق مع النادي ده. لا هو مش صنعنا فارق ولا حاجه، احنا بنشتغل وشايفين شغلنا الحمد لله. يمكن حظنا الحمد لله احنا كان لي حظ ان انا لعبت في النادي الاهلي 5 سنين، اتعلمت مع مدربين كبيره جدا يعني اللي انا اشتغلت معاهم، فدي طبعا خدنا خبرات كبيره الحمد لله، بنحاول يعني نستفاد منها. بتحاول تطبقها بالظبط يعني في اوقات كتيره يعني. دي حاجه. تاني حاجه توفيق ربنا الحمد لله. للامانه برضو امكانيات النادي الشرقيه الدخان بالنسبه للممتاز به يعني لا انت امكانيات يعني لا تصنع فرق الحقيقه، حتى على مستوى الماديات. لكن انا اخذت من كلامك كمان على مستوى التعاقد، مهم جدا اللي انت قلته ان كل يعني كل اداره بتقعد مع المدير الفني وبتحدد التارجت بتاعها.
وده مهم. بالزبط. خلي بالك في انديه في الدوري الممتاز ما بتعملش كده، يعني بتيجي بتتعاقد مع المدير الفني من خلال الايجنت وبتاع، يمضي عقد وبعديها بقى 4 5 اسابيع يروح نادي تاني. فان الشرقيه للدخان بتقعد مع كابتن علاء وبتقول له احنا والله التارجت بتاعنا الصعود، ايه اعمل لنا بلان. وده مهم جدا انك بتشتغل ببلان، انك عندك بلان على مستوى سنه، احنا هدفنا الصعود، وبتبدا انت تحط طلباتك كمدير فني شايفها هو ده اللي وصلنا للنقطه بتاعتنا. واعتقد هذا التنظيم وهذا البلان، تنظيم في عمليه انك توصل لهدفك، ده مهم جدا. واعتقد التصدر المجموعه مش من فراغ، يعني نتيجه للاداره اللي وراك بتلبي طلباتك طبعًا. ونتيجه لامكانياتك، بتتكلم على خبرات كبيره جدا استفدت بيها من خلال حتى وجودك كلاعب، من خلال مدربين اللي احتكيت بيهم. اكتر مدرب لما تيجي بتطبق حاجه بتفتكر مين، او انت عايز تشتغل او تعمل شغل تكتيكي بتفتكر مين وتبدا تقول ده انا اتمرنت مع فلان عمل كده فحاول اعملها مع فرقتي؟ يعني طبعا مانويل جوزيه اكيد، يعني معظم شغل الحقيقه استفدت منه الحقيقة. فعلا رقم واحد جميل. بالنسبه لك بالظبط، يعني الحقيقه اخذت منه شغل كتير جدا، كنفسيا كمعنويا كفنيا. فنيا اخذت منه ايه؟ الحقيقه من المدربين اللي هم فاروا معايا جدا. ايه في انهي جزئيه؟ الهجوم، الدفاع، التأفيل؟ يعني بص، المدربين الاجانب عموما عندهم يعني حته القلب، وعندهم عندهم الطمع، ما يخافوش يعني. النتيجه جراءه. يعني احنا الماتش اللي فات كنا بنلعب فرقه في سوهاج اسمها طهطا، معانا في المجموعه. الشوط الاول جه فينا جون في الدقيقه 40 41 من الشوط الاولاني، وجينا الشوط الثاني اول 5 دقائق 7 دقائق جه فينا جون الثاني 2-0 في ملعب واجواء وجمهور، موقف صعب. فاتعلمت من مانويل جوزيه المغامره بقى، خلاص 1-2-3. نديت على اللعيبه قلت لهم بصوا احنا خسرانين 2-3-4-5 مش مشكله، هاجم خلاص، ما خلاص يعني خدت الريسك. عملتوا ايه؟ وكسبنا 3-2 والله. والله في الشوط الثاني بقى. الشوط الثاني حلو. انت جريء يا كابتن علاء. لا هو مش جريء، انت يعني شخصيتك كمان، يعني افتكر ان الشخصيه برضو بتفرق، يعني شخصيه المدرب الفني بتفرق جدا جدا مع اللعيبه. بص يعني ايه خبرات؟ يعني خبرات ان المواقف دي حصلت ليك قبل كده اتعلمت منها. كنت انا بلعب مباراه، كان قناه والاهلي في استاد القاهره، وكان الشوط الاول 1-0 للقناه، وكان مالو جوزيه كان ماسك. جه من الشوط الثاني جه علينا ضربه جزاء وضاعت. مانويل جوزيه كان كل تغييراته طلع تقريبا وائل جمعه وشادي محمد ونزل برضو، كنا بنلعب حوالي 5 فروقات ما نعرفش يعني مدافع، كان وليد وكنت انا وكان علي ماهر وكان فاروق وكان تقريبا بيبو، يعني 5 لعيبه بتهاجم بس. وكسبنا المباراه دي 2-1. فعندهم جرأه، ممكن تكون جرأة محسوبه، لكن هو على بيحسبها. فكره موسيماني عمل كده الماتش اللي فات، ماتش طلائع برضو الناس اللي تاخد بالها ان في تغييراته في اخر ربع ساعه، وهو قالها في المؤتمر الصحفي احنا متعادلين 1-1، فخرج خلاص كنا بنلعب ديفندر واحد ونزل تقريبا بنلعب باربعه، بواليا كان موجود وجيب كان موجود ونزل كهربا، ويعني زود الحاله الهجوميه بشكل كبير. هو طبعا طمع في الماتش يا كابتن، بس مع الفرق طبعا ان النادي الاهلي نادي كبير. طب يعني النادي الاهلي، لا يعني اي حد هيلعب قدام النادي الاهلي في اخر ربع ساعه طبيعي انه هيقفل، لازم يخاف. طبعا طبيعي انه، فطبعا ان هو لازم يطمع، يمكن كمان ممكن يكون من بدري كمان. صحيح. لكن هي المجازفه بتبقى برده يا كابتن يعني لها حساب، يعني لها محسوبه برده. لكن لما النتيجه لما تكون رايحه خالص، يعني انت 1-0 تعادل وعايز تكسب، بتجازف في اخر 10 دقائق، اخر 8 دقائق، اخر 5 دقائق، في الحاجات اللي هي ممكن ايه تجيب وتقفل. لكن انت ممكن تتعادل بس ما تعرفش تلم نفسك. صحيح. يعني صحيح. الوقت خلاص، ما هتعمل ايه؟ ما يجي فيك تاني. بالظبط. فبتبقى محسوبه يعني، فدي اللي اتعلمناه يعني. احنا بنشكرك جدا جدا. بلاك نورتنا النهارده. ربنا يخليك. نورتنا وشرفتنا، وبالتوفيق وان شاء الله نشوفك السنه الجايه في الدوري الممتاز. يا رب يا كابتن، وانا سعيد ان انا اكون مع حضرتك. حبيبي حضرتك حبيبي بالنسبه لي كابتني وحاجه بتشرف بيها، ان انا سعيد ان انا بشوف حضرتك. حبيبي حبيبي علاء، نورتنا. ونفسي اشوفك في الملعب ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا ان شاء الله قريب باذن الله. شكرا جزيلا ليك. دلوقتي معاد الفقره طبعا المميزه كل يوم ثلاث مع زمايلنا محمد فارس واحمد اسامه. احمد ومحمد ازيكم؟ اهلا بيكي يا استاذ سهام، اهلا بيك يا كابتن هاني، كابتن علاء الهداف اللي فعلا بنفتقد النوعيه منه في الملعب. سعداء بيكم، وان شاء الله نقدم حلقه تعجب الجمهور وتنال رضاهم باذن الله. كالعاده كالعاده ان شاء الله. غريب عليكم يعني طبعا التالق، ودايما الناس بتستناكم من 3 لـ3،
وان شاء الله بالتوفيق وتكون فقره مميزه كالعاده بدعمكم ان شاء الله كابتن هاني. وطبعا برحب بزميلتنا الاستاذ سهام وطبعا كابتن علاء ابراهيم نجم الاهداف الصعبه يعني. اهلا بيكم وان شاء الله تكون الحلقه موفقه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله لك ان شاء الله. طبعا يا فارس نطلع فاصل ونرجع نكمل. نطلع انت فاصل طبعا. انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله وحلقه مميزه ان شاء الله من الاهلي خط احمر.